السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد او فلوج جديد. بديت لكم من الفطور، شوفوا طبلة الفطور، يعني طبلة عادية اللي ما فيها لا بروتوكول لا والو، لان انا عندي عائلتي يعني قرابين ليا. المهم كنحط كما عادي، دغيا دغيا كنفطروا ان شاء الله باش نخرجوا غادي للبحر اليوم باذن الله. راني كندوز معاهم العطله، والله حسيت بحال انا مشيت سافرت، يعني في مدينتي دابا كندوز العطله، مي لو فات بانهم معايا وبان احنا مجموعين. تبارك الله احنا راه 12 واحد، يعني بينا بيا انا ووليداتي 12 واحد، كنخرجوا ثلاثه الطوموبيلات، دوزنا عطله غزاله 10 ايام زعما رائعه رائعه. هنا نجي واحد البحر ديال زويت كوت، فرانشمون بحر زوين بزاف بزاف بزاف. المهم حنا هنهبطوا ليه ان شاء الله، يعني شو الطريق ديالو. حنا ملي كنت هابطه من هنا كيقول لي واش متاكده بانك جايبانا للبحر ولا للغابه، قلت لهم البحر. المهم زوين، دوزنا هاد النهار البحر داز زوين، يعني نقول للناس اللي في النور ولا الناس اللي كيبغيو يجيو من الليل وداكشي يجيو لهاد البحر ديال زويت كوت، زوين بحر نقي صافي. مهم ندوزو ان شاء الله، ندوزو هنايا النهار ديالنا. راه جينا هنا الصباح، يعني كي فطرنا لبسنا الدراري المايو، هزينا فوطاتنا، هزينا الغدا، يعني درنا هاد دي ساندويتش، صايبنا مطيشه خيار، المهم داكشي ساندويتشات مع الطون مايس. المهم هزينا شويه الديسير، لي جي، الكاطو للدراري، يعني داكشي بسيط. المهم بنادم غير يفرح، ماشي مهم شنو كلا، المهم بنادم يفرح. صح هنا هابطين حنايا البحر، شتي كي جاي باقي هاد الساعه هادي، باقي البحر خاوي، كان شويه الجو في الصباح كان شويه مضبب، يعني مازال باقي كان شويه ديال الريح وداكشي، ولكن من بعد زيان شويه الحال، وفي العشيه عاوتاني نقطعت شويه الشتاء، وهذا هو الجو ديال النوخ، هذا هو الجو ديال فرنسا، شويه كاين الشمس وشويه البرد. المهم واخا هكاك حنايا بورفيتينا مزيان. صافي انا فرشنا، هاي حطينا الفراشات، المهم راه جايبين معنا السكان. المهم فرشنا وقدينا الدنيا، والدراري مشاو نيشان كيجريو للبحر، ما صبروش، راه ما كتعرفوا الدراري ما صبروش للبحر. هادو هما وليداتنا، الله يحفظهم ويرعاهم. المهم شارو خرا بارد شويه الماء، ولكن هما تبارك الله وصلى عنبي عليهم، دخلوا كيلعبوا، يعني عجبهم الحال، ما حسوش بالبروديه، راه تقريبا تبارك الله راه هما بوحديتهم في الماء. كراو البحر، كرينا البحر، شي كي داير الجو شويه قري، ولكن من بعد شويه غادي يسخن الحال. انا كنصون نحاول نشد لكم هكا البحر كامل، بحر زوين، يعني الا الحال سخون وداكشي هاد البحر زوين ونقي. شو الماء ديالو، انا كنحاول نشد الماء وداكشي، نقي بحر نقي بزاف. شكون من عشاق البحر بحالي؟ انا كنموت على شي حاجه سميتها البحر، واخا ما نعوم واخا والو، غير لو فات نجلس ونبدا نشوف هكا الماج وداكشي، كتحسي بواحد الراحه، وهكا ضروري نمشي للبحر واخا ما يكونش الجو زوين. ولي زوين في هذا البحر هذا يعني ميتخ ناجوغ، حنا صافي ديك الساعه راه مشينا جلسنا كنصور من البلاصه، من جالسين غير مزوميا داير، راهما واقف عليهم الماتخ ناجور، يعني ما تخافيش محضيه الدنيا. صافي حنا جلسنا هنايا مجبدين شويه، المهم من بعد تغدينا وجلسنا وتمشينا شويه، يعني دوزنا النهار ما جلسناش بزاف، ما تعطلنا زعما بزاف، جلسنا في تلجويه واقيلا ديك الربعه هكاك، الربعه ونص صافي نضنا مشينا في حالتنا. هنا انا راه كنصول من الفوق، يعني طلعناهم من الفوق باش يسوسوا الرمله وداكشي وبدلوا حويجاتهم. هاد الوقيته هادي عاد شويه سخن الحال،
وبداو كيجيو الناس صافي دخلنا حنا للدار هنا صايبنا تشهينا كسكسو بالتفايه. انا راه ما بارطاجيتش معكم الطريقه اللي درنا لان راه حنا نضنا عليه كاملين محاميمين على هذا الكسكسو هذا راه نشوف ما غادي تشوفوا شحال من يد فيه. كاينه انا كاينه كاين خو مرت خويا كاينه مرتو، المهم كلنا محامين عليه، ولكن تبارك الله على لالا هاجر. ايوا هنايا راه هنايا السي عبد القادر خو مرت خويا، خو ما بالسوغ هو اللي كيكسكس لينا، هو اللي صايب لينا كسكسو كسكسو، تبارك الله عليه، الله يعطيك الصحة السي عبد القادر. يعني دوزنا معاهم عطلة غزالة، يعني الناس اللي تبغيهم تبغيهم يكونوا معاك في العطلة، المهم اللي بغى يتناسب يتناسب مع دكالة ناس الخير وناس النشاط، لان نساب خويا دكاليين. المهم من هنا نقول تحيه للناس دكاله، تحيه لتلاسي دي بدنار. دوزنا كونجي غزال، ضحكنا شبعنا ضحك النشاط، الحمد لله الحمد لله. المهم الله يدوم محبه يا ربي. المهم ها هو كسكسونا دابا، ما انا ما بارطاجيتش يعني كلهم المراحل وداكشي، ان شاء الله نعاود نديرو معاكم. هنا غير شديت لكم الملقطات، تشوفوا الروتين اليومي ديالي ملي كتكون عندي عائله القريبه ليا، يعني العائله اللي ما كديريش البروتوكول عليها، يعني تبداي تصنعي وداكشي، عشنا عادي كاينو دو يقضيو بحال دارهم. مهم بخير، دازت عطله غزاله غزاله غزاله، دازت عطله زوينه، وهاد كسكسو ما نقولش لكم عليه جا بنين. صافي حنا دابا كنسقيو طاب، المهم الله يعطينا الصحه. انا راه ما درتش فيه بزاف. انا كنصور لالا هاجر وسي عبد القادر هما اللي تبارك الله عليهم. صافي المهم راه حنا دابا سقيناه، درناه بالتفايه والزبيب والبصله وداكشي والحمص، جا بنين جا بنين. مازال ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هاد الطريقه هادي، ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم هاد الكسكسو هذا. صافي حطينا القصعه ما صورتهاش لان حطيناها دخلنا فيها عما. هنايا النهار الثاني انا صورت فيكم غير واحد لقطات اللي مشينا فيهم البيتوك، رانا ديجا بارطاجيت معكم نهار الخرجه ديال البيتوك غير انا وليداتي. دابا لا، دابا انا وعائلتي، يعني انا وبنات خويا واخو مرت خويا وبناته، كرينا جوج باطويات، كرينا واحد الباطو ديال 6 الناس وواحد الباطو ديال 4 الناس، يعني نصف هاد الباطو ونصف الباطو الاخر. انا هنا انا صايقه انا وولدي هاد الباطو ديال 6 الاشخاص، يعني حنا كنا فيه 6. ايوا ما قلتش لكم 6، راه تبارك الله ما هبط رجليا، ما بقيتش كنحس بهم، لان كيكون ملي كتبيدالي كيكون خاص بزاف المجهود باش تجريه، ماشي بحال عاوتاني 4 الاشخاص، وماشي بحال ديال 3 الاشخاص، شحال ما كثروا الاشخاص شحال ما كيكون خاص المجهود باش تبيدالي. صافي منظر غزال، والجماعه كانت زوين، عرفتي كنا كنموتوا بالضحك، كندايرين بحال زعما شكل داك الحراقه. كنقولو واش قربتي لطريفة، المهم ضحكنا ضحكنا شبعنا ضحك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دوزت فاكونس واخا في مدينتي، يعني راه الفاكونس زوين هو منين تقلب على الرفقة الزوينة، منين تختار اللي تخرج معاه تكون رفقتو زوينة، راه كاين تمشي لواحد البلاصة ما عرفت شنو هي، ولكن تمشي مع شي واحد اللي كيجيب لك الغبينة ويجيب لك، راه تكره كاع ديك البلاصة. حنا راه غير هنايا في مدينتنا، ولكن كانت رفقة غزالة، ضحكنا من القلب، والحمد لله الحمد لله. صافي المهم نخليكم تستمعوا. هاد النهار هذا كان الحال زوين، كان سخون الحال بزاف، يعني كانت الشميشة سخون الحال. داز زويون، داز نهار زوين. صافي وهنا جاو الاكروبرونش، هاد هاد اللعبه هادو ما كانوش ديك النوبه منين جيت جبت ولادي، ما كانوش جينا هاد النوبه عاد لقيناهم داروهم. هادو كيبداو مع الخمسه،
في الاول كيديرهم هي للسونتر، ومع الخمسه صافي كتاخدي لا كو، وكتجي كي كتجي كنوبتك يعني كتجي تلعبي معاك معاهم دي زانيماتور اللي راهم حاضينهم، يعني كياخدو جروب بار جروب. وكيساليو مع ديك جويه سته يعني، حتى هما واقيلا لا كيساليو واقيلا مع جويه ديك سته ونص، سته ونص كيساليو الجروبات صافي. وهنايا مع كليك مع الستة عاوتاني كتبدا الرياضة للجميع، كيكون كيأطرها بيلي واحد البروف ديال سبور هنايا في لي ميزون دو كارتيي. المهم نتمنى بأن روتين ديال اليومين هادو يعجبكم، وما تنساوش دعموني بلي لايك. بسلام عليكم.